تزايدت انتهاكات الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له ضد مناطق شمال وشرق سوريا منذ بداية الأسبوع الحالي. كان أعنفها يوم الثلاثاء على ناحية زرقان بريف الحسكة، والتي تسببت بفقدان مدنيين لحياتهما وعدد من الجرحى. هذا ما دفع بقوات سوريا الديمقراطية التي تمارس دور الدفاع بوجه الهجمات أن تطالب الجانب الروسي بتحمل مسؤولياته كضامن لوقف إطلاق النار، حيث أن الجهود الروسية لا ترقى للمستوى المطلوب. فما المستجدات وكيف يبدو الموقف الروسي بعد هذه المطالب؟ وهل ستنجح موسكو في إيقاف انتهاكات النظام التركي وفصائله الإرهابية؟ أهلا بكم في حديث الساعة. مع القوات المسلحة الروسية، ونحن نثمن جهودهم في إطار الضغط على الأتراك لوقف الانتهاكات، ولكن هذه الجهود لا ترقى للمستوى المطلوب لإيقاف هذه الانتهاكات تماما. من الشمال السوري ينضم إلينا الصحفي جمعة محمد. جمعة، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. بداية، ما الذي تحمله في جعبتك لآخر مستجدات انتهاكات الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، أبرزها في زرقان؟ جمعة. نعم، فيما يتعلق بزرقان، نحن نرصد منذ أيام تصعيدا خطيرا أحداث في تلك المنطقة. التصعيد الأخير التركي طبعا يتمثل بقصف مواقع المدنيين، الأماكن التي يسكنها المدنيون في مركز الناحية وفي القرى التابعة لها. طبعا منذ بداية الشهر الجاري سقط 6 مدنيين شهداء نتيجة القصف التركي على عين عيسى وزرقان. طبعا هذه الحصيلة كبيرة وتظهر بوضوح بأن تركيا عقدت العزم على استهداف المدنيين بعد فشل مخططات التوسع التركية في المنطقة نتيجة طبعا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وأيضا الرفض الشعبي للمحاولات التوسعية التركية. طبعا 4 شهداء في الرابع من حزيران من الشهر الجاري، شهر آب الجاري، سقطوا في عين عيسى شهداء نتيجة استهداف دبابة تركية لمنازلهم. وفي زرقان قبل يومين طبعا هنالك امرأة شهيدة وأيضا طفل استشهد نتيجة القصف التركي، وأكثر من 15 جريحا بنتيجة ذلك القصف. طبعا الأوضاع في المنطقة ما تزال متوترة. قبل لحظات كان هنالك احتجاج للمدنيين من أبناء ناحية زرقان والقرى التابعة لها طبعا أمام القاعدة الروسية في تلك المنطقة. الناس احتجوا على الموقف الروسي، الصمت الروسي إزاء تصعيد الاحتلال التركي لهجماته على المدنيين، وطالبوا الجانب الروسي بوقف الاعتداءات التركية والخروقات التركية لاتفاقية وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين. وكما ذكرتم أنتم أيضا، قسد اعتبرت بأن الصمت الدولي والصمت المجتمع الدولي بشكل عام والقوات الضامنة بشكل خاص هو يشجع تركيا على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته. وأيضا الإدارة الذاتية كان لها موقف فيما يتعلق بالهجمات التي استهدفت ناحية زرقان. الإدارة الذاتية وصفت الهجمات بحرب إبادة، وطالبت أيضا المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الجانب التركي لإيقاف هجماته على المنطقة. من الطبيعي جمعة، يعني عندما يتم استهداف المدنيين بشكل مباشر أن تصنف بأنها حرب إبادة، ولكن يعني اليوم التعويل يجري على الجانب الروسي، علما أن النظام التركي أبرم اتفاقيتين منفصلتين بخصوص هذه المناطق، واحدة كانت مع موسكو والأخرى كانت مع واشنطن، لوقف التصعيد ووقف أعمال العنف ووقف أي اشتباكات في هذه المناطق. لكنه اليوم عاود لاستغلال الموقف واستغلال ربما إن صح التعبير الانشغال الدولي بما يحصل في أفغانستان أيضا ليصعد في هذه المناطق. اليوم كيف تبدو الصورة على الأرض؟ هل هدأت هذه الجبهات أم أن لا يزال الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية مستمرون في انتهاكاتهم؟
يعني الجبهات لم تهدأ أبدا، ليست في زرقان وتلتمر وفي عين عيسى. صباح اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كان هنالك استهداف لقرى اليانلي والشات وأم عدس في شمال مدينة منبش. كانت هنالك أيضا محاولة تسلل لمجموعات مرتزقة تابعة لتركيا على تلك الجبهة، لكن قوات مجلس منبش العسكري أحبطت محاولة التسلل. وبحسب ما أفاد المركز الإعلامي لمجلس منبش العسكري فهنالك 3 قتلى في صفوف القوات التي حاولت التسلل. أيضا في محيط ناحية تل رفعت في قرية عين دقنة ومنخ كان هنالك قصف تركي عنيف يوم أمس، عشرات القذائف سقطت على تلك القرى التي يسكن فيها المدنيون، إضافة إلى المهجرين من مدينة عفرين التي تحتلها تركيا. يعني هنالك تصعيد على مختلف الجبهات في تلفحات وفي منبج وفي ناحية زرقان، وهذا التصعيد التركي يعني يتسبب بسقوط ضحايا من بين المدنيين. وكما ذكرنا منذ بداية الشهر الجاري فقط هنالك 6 مدنيين شهداء سقطوا بنتيجة القصف التركي والهجمات التركية على هذه المنطقة، مع غياب تام للدور الروسي الذي يعني يتواجد في هذه المناطق التي ذكرناها بدور بصفة ضامن. ولكن القوات الروسية في الواقع هي تزور مواقع القصف بعد يوم واحد من تنفيذه. يعني في منبج وفي زرقان هنالك جولات تفقدية روسية على مواقع القصف بعد يوم من تنفيذ ذلك القصف، بالتالي هذه الجولات لا تفيد. مع استمرار القصف التركي الأهالي يطالبون الجانب الروسي بممارسة ضغوطات سياسية على الجانب التركي لإيقاف قصفه. طيب جماعة، يعني حضرتك تحدثت بتفاصيل ومعلومات عن كل الجبهات في شمال وشمال شرق سوريا أيضا، ولكن يعني اليوم في منطقة زرقان وفي تلتمر هناك تواجد لقوات الحكومة السورية، من المفروض أن يكون هناك تواجد، ما الموقف الذي تلعبه الحكومة السورية بهذا الاتجاه جماعة؟ يعني هنالك نقاط للحكومة السورية لحرس الحدود السوري في جميع الجبهات مع الاحتلال التركي، سواء في المناطق التي تحدثنا عنها في تل رفعت وفي منبج وفي عين عيسى وريف تل أبيض الغربي وتل تمر وزرقان. هنالك نقاط انتشار، هنالك معدات عسكرية، هنالك عدد كبير من الحراس موجودين هناك، ولكن هذه النقاط لا يصدر منها أي يعني رد على مصادر القصف التركية، ولا تتحرك في مواجهة الخروقات التركية والقذائف التي تسقط على المدنيين. هنالك ما يشبه قيام هذه النقاط بموقف المتفرج حيال الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين. بالطبع هنالك يعني ليس هنالك أي اعتبار من الجانب التركي لهذه النقاط المتواجدة، نقاط الحكومة السورية، حتى هنالك في كثير من الأحيان استهداف لتلك النقاط نفسها دون أن يكون هنالك رد من تلك النقاط، نقصد نقاط الحكومة السورية. وحتى قبل 3 أيام كان هنالك عنصر من قوات الحكومة السورية أصيب بجراح في ناحية زرقان التي تعرضت للقصف على مدار الأيام الأخيرة، ولم تقم القوات الحكومية السورية بالرد على مصادر القصف التي تنطلق من بطبيعة الحال من القواعد التركية ونقاط انتشار المرتزقة التابعين لتركيا. ربما بانتظار التعليمات الروسية جمعة، يعني هذا ما تنتظره القوات هناك؟ نعم بالتأكيد هنالك تنسيق فيما بين قوات الحكومة السورية والجانب الروسي، ولكن يعني هذه القوات لا ترد إلا نادرا على القصف التركي على هذه المناطق. قوات الحكومة السورية فيما يبدو أنها يعني تعتزم مواصلة يعني اتخاذ موقف المتفرج على هذه الجبهات، ولكن بالمقابل يعني ما يعني من المفيد أن تحدث عنه هو أن قوات سوريا الديمقراطية تمارس حقها في الدفاع المشروع عن النفس، ترد على مصادر إطلاق القذائف والنيران التي تستهدف المدنيين، وغالبا ما يكون هنالك خسائر أيضا في صفوف القوات المهاجمة عند رد قوات سوريا الديمقراطية. طيب جماعة، يعني اليوم مع مطالبة قوات سوريا الديمقراطية للجانب الروسي بتحمل مسؤولياته، إن لم يعني تستمع هذه القوات أو تمتثل لهذه المطالب وأن يعني تقف عند التزاماتها وتردع الاحتلال التركي عن انتهاكاته، ما الخيارات المطروحة أمام قوات سوريا الديمقراطية في مثل هذه المواقف؟
يعني قوات سوريا الديمقراطية في الواقع هي لا تعتمد على هذه القوات المتواجدة في المنطقة، لأن هذه القوات لديها مصالحها ولديها اتفاقياتها وتحالفاتها مع الجانب التركي. هذه النقطة ثابتة بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية التي تعول على قواها الذاتية وعلى أهالي المنطقة في مواجهة الهجمات التركية. يعني دائما نشاهد هنالك هجمات عنيفة، عمليات تسلل وهجمات برية وعمليات قصف وحتى استهداف بالطيران المسير، ولكن قوات سوريا الديمقراطية هي شكلت جبهة مقاومة ودفاع متينة في مواجهة الهجمات التركية وتتصدى لجميع المحاولات التوسعية من الجانب التركي. ولكن دائما هنالك من جانب قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي تمثل هذه المنطقة إداريا وسياسيا، طبعا هنالك ضغوطات سياسية دائما على الجانب الأمريكي، وهنالك مطالبات مستمرة من الجانب الروسي لتحمل مسؤولياته والقيام بواجباته كضامن لاتفاقيات وقف إطلاق النار. طبعا هنالك تنسيق مستمر، هنالك دائما الجانب الروسي أيضا يرى الانتهاكات المستمرة والهجمات المستمرة، كما ذكرنا يزور مناطق المناطق التي تضررت من الهجمات، ولكن الإدارة الذاتية دائما تطالب. هنالك لقاءات، هنالك تواصل مستمر مع الجنرالات الروسية المتواجدة في هذه المنطقة، يتم إعلامهم بالمطالب الشعبية ويتم إعلامهم بالمطالب الرسمية من الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ولكن بطبيعة الحال المصالح كما ذكرنا تحول دون قيام روسيا بموقف حازم في مواجهة هذه الهجمات. وبالتالي في النتيجة هنالك تعويل على القوى الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية وشعب المنطقة في مواجهة هذه الهجمات. طيب جماعة، يعني إنسانيا هل يوجد هناك حركة نزوح إلى الآن من هذه المناطق التي تعرضت للقصف؟ يعني عندما يكون القصف شديدا ويستمر لساعات طويلة يجبر المدنيون على الخروج من منازلهم، وذلك حفاظا على الأرواح وحفاظا على الأطفال والنساء، لأن القصف التركي في الواقع لا يفرق بين مدني وبين حجر أو بشر أو شجر. هنالك استهداف لمواقع المدنيين بشكل مباشر، قصف عشوائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لذلك هنالك دائما هنالك في أوقات القصف العنيف الشديد هنالك عمليات نزوح من المنطقة، ولكن المدنيون يعاودون العودة إلى منازلهم ويرفضون التخلي عنها لصالح الأهداف التركية التوسعية. لكن يعني الآن في هذه اللحظات هنالك ليست هنالك عمليات نزوح، وإنما تكون عمليات نزوح مؤقتة في أوقات القصف، وبعد ذلك يعود المدنيون إلى منازلهم فور هدوء الأوضاع. الصحفي جمعة محمد، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب. سيد ناجي، مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. بداية من الناحية الاستراتيجية والأمنية أيضا، كيف تنظرون لهذه الممارسات التركية في شمال وشرق سوريا، علما أنها تلتزم أو يلتزم النظام التركي باتفاقيتين منفصلتين للتهدئة في هذه المناطق؟ نعم، إذا ما حللنا يبدو أن عملية التي أسماها الأتراك نبع السلام التي خاضوها باحتلال أراضي سورية في تشرين الثاني 2019، يبدو أن هذه العملية بضغط أمريكي وقفت بعد احتلال الأتراك لتل الأبيض ورأس العين. ويقول الأتراك أنهم حصلوا على تعهد أمريكي بأن جميع المسلحين سوف ينسحبون من هذه المنطقة. لم يكتفي الأتراك بذلك، بل تعهد الروس كذلك، جرى اتفاق مع روسيا بهذا الموضوع بأن تعهد باتفاق سوتشي بأن تعهد روسيا الحل ما بين القوى في هذه المنطقة والاكتفاء بما حصل. يبدو أن الأتراك يستفيدون حاليا من الوضع في أفغانستان، يستفيدون من الانسحاب الأمريكي، يحاولون أن يكونوا بديلا للوجود الأمريكي في أي مكان. رأيناهم بالاتفاق مع الولايات المتحدة نزلوا في مطار كابول لحماية المطار لتأمين الانسحاب الأمريكي. يبدو أنهم يعني أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا بالأمس تقول أنها لم ولن تتخلى عن محاربة الإرهابيين في سوريا،
يعني هذا كلام جديد وبدأوا بتنفيذه على الأرض بقصف كما رأينا وكما يحصل حاليا في الحسكة وغيرها. يعني هناك نية تركية لإعادة موضوع السوري إلى العلن. طيب سيد ناجي، يعني حضرتك تحدثت عن استغلال الأزمات، يعني النظام التركي اليوم يستغل الأزمة في أفغانستان، وهناك من يرى أيضا بأنه يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج بأنه في حرب مفتوحة، ويعني من هذا القبيل الذي يروج له النظام التركي، علما أن كان يشترط وجود قوات الحكومة في هذه المناطق على خطوط التماس وهي موجودة بالفعل. يعني يبدو أن ليس فقط المطلوب من قوات الحكومة أن تكون على جهوزية أكثر، وكما طالبت أسد من روسيا التدخل كونها ضامنة لهذا. الروس هم من يتحكم في سوريا حاليا، هم من يقود التفاوض ما بين الهدنة ما بين الأتراك والحكومة وكذلك مع أسد. يعني مطلوب دور روسي في هذا الموضوع لتعزيز القوات الحكومية على هذا ما طالبت به أيضا قوات سوريا الديمقراطية سيد ناجي، في أن تلعب القوات الروسية دور فعلي أكبر. ولكن لو بقينا في النظام التركي، يعني النظام التركي اليوم هو مأزوم حقيقة داخليا، هل سينجح بهذه الخطوات وهذه الانتهاكات خارجيا بأن يشعل الجبهات من تصدير كل هذه الأزمات إلى الخارج؟ لهذه الطريقة الإيرانية التي يعني إيران كما تعاني في وضع داخلي سيء ومستوى معيشي يعني واضح جدا كاقتصاد منهار وفقر يعم البلاد والناس تقف على صفوف المحروقات على لتعبئة البنزين كما في لبنان وكل هذه المناطق. تركيا كذلك لديها هذا الوضع الداخلي، لديها وضع داخلي منهار وتحاول نقل أزماتها إلى الخارج. رأيناها تنزل في الصومال بقاعدة عسكرية في الصومال وتدير هذا مرفأ مقديشيو. رأيناها يعني في ليبيا تتدخل في ليبيا، ويبدو أن تدخلها غير محمود في ليبيا بعد انتصار الجماعات الليبية على الوفاق لإعادة انتخابات جديدة وإقالة الحكومة التي تدعمها تركيا. يعني تركيا تحاول تصدير أزماتها، والأقرب في هذا الموضوع هو الحل السوري. لذلك سوف تعاني سوريا حاليا من تدخل تركي أكثر. ويبدو أن هذا الموضوع في بيان رسمي لوزارة الدفاع. يعني حضرتك تنظر إلى أن من الممكن أن توسع أو يوسع النظام التركي من عملياته في هذه المناطق، يعني بغية تصدير أزماته وبغية يعني تحقيق مكاسب فعلية على الأرض والعزف على وتر الانشغال الدولي في ملفات عدة وعلى رأسها أفغانستان. سيد ناجي، صحيح هذا ما أردت. طيب سيد ناجي، يعني اليوم ما الدور المطلوب، الدور الفعلي المطلوب من روسيا في هذه المناطق كونها تلعب دور الضامن؟ وتحدث ضيفنا من الشمال السوري بأنها تقوم بزيارة كل المواقع المستهدفة بعد يوم من استهدافها، يعني ترى كل هذه الأضرار وترى أيضا استهداف المدنيين بأم عينها ولكنها لا تحرك ساكنا. ما الدور المطلوب من موسكو اليوم؟ يعني موسكو تسعى أن لا تخسر تركيا. تركيا عادت إلى الحط الأمريكي مع الإدارة الجديدة، وها هي تقوم مكان الأمريكي في مطار كابول وتؤمن انسحابه. تركيا تحاول عبر يعني أمريكا تحاول أن تستغل الصفة الإخوانية كإسلام سياسي متشدد في تركيا بأن تعيد هذا الإسلام السياسي المتشدد إلى أفغانستان، إلى باكستان، إلى تركيا. يعني تركيا سوف تخرج من أفغانستان لصالح الحضن الأمريكي. الروس لا يستطيعون الضغط أكثر على تركيا في هذا الموضوع. المطلوب الضغط أكثر، ولكن يبدو أن الأتراك عادوا إلى الحضن الأمريكي أكثر من الروس ولن يستجيبوا للضغوط الروسية. الضغوط الروسية يجب أن تكون على الحكومة الشرعية في سوريا بأن تزيد قواتها النظامية على الحدود حتى يكون هناك أمان أكثر لجميع الناس في شرقي الفرات. يعني ما يلفت الانتباه في هذا القصف سيد ناجي بأنه يستهدف المدنيين بشكل مباشر في هذه المناطق، وإن كانت روسيا لا تستطيع الضغط على تركيا
وواشنطن أيضا لا تضغط على تركيا بحكم بأنها حليفتها في الناتو، وهناك أيضا ملفات كبيرة معقدة. ما الخيارات أمام أبناء المنطقة اليوم سيد ناجي من وجهة نظركم؟ الخيارات أن يعاد الوضع الأمم المتحدة واتفاقيات مباحثات جنيف، بأن يعاد الوضع إلى نوع من توافق سوري ما بين مكونات هذا الوطن، والعودة إلى يعني لا أقول الشرعية السورية برئاسة بشار الأسد الذي فعل مجازر في سوريا، ولكن إعادة إحياء مفاوضات جنيف ونوع من كونفدرالية يطرحها الرئيس الأسد كلا مركزية إدارية، خلينا تكون أو فدرالية أو كونفدرالية كصيغة، يعني ما حك جلدك إلا ظفرك. إذا لم ينتبه الجيش السوري ويعاد تجميعه وجميع المكونات تعود إلى هذا الجيش وينشأ دستور جديد بسوريا عبر مكوناته، أعتقد أن العالم تخلى عن سوريا، لم يعد يعنيهم سوريا، لم يعد الأمريكيون بقيد انسحاب من المناطق، الروس كذلك يهمها مصالحها وقد أمنت مصالحها على الساحل السوري باتفاقيات طويلة الأمد مع النظام. فأعتقد أن إعادة لملمة الوضع الداخلي السوري سواء بجنيف أو حتى في داخل سوريا هو البديل في هذا الوقت. طيب بطبيعة الحال أيضا الحكومة السورية تعاني من أزمات داخلية كبيرة، وهذا ما شاهدناه في يعني الاجتماع الأول للرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته المشكلة، عندما طرح أيضا هذه الفكرة، فكرة اللامركزية، ولكن ما مدى جدية الحكومة السورية وعلى رأسها الرئيس السوري بشار الأسد في تطبيق ما تم طرحه سيد ناجي؟ يعني الرئيس الأسد فارغ اليدين، لا يستطيع أن يقدم شيء للشعب السوري، ولن يقدم شيء أساسا إلا الدمار والخراب بجميع المدن. يعني من يستخدم طائراته ضد المدنيين كما رأيناه في حلب في تدمر في ضد المدنيين، الطائرات والقصف والبراميل المتكررة لن ينسى الشعب السوري، ولكن لم يعد أمام الشعب السوري أي خيار بالاستناد إلى قوى خارجية. يجب أن يكون الشعب السوري أن يعود إلى جنيف بمكوناته وبأي طريقة لملمت الوضع، حتى يعني يجب أن يكون الإقدام من قبل قوات سوريا الديمقراطية، من قبل جماعات متواجدة في إدلب، من قبل المعارضة السورية في درعا، يجب أن يكون هناك اجتماع كامل في هذا الموضوع حتى مع الحكومة السورية لإعادة لملمت الوضع وإعادة انتشار الجيش في كامل الأراضي السورية. الخبير الأمني والاستراتيجي السيد ناجي ملاعب، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني، العراق عقد ورشة عمل هدفها تعزيز القبول والتفاهم بين القادة المحليين لتسهيل عودة النازحين وعوائل التنظيم الإرهابي داعش الذين استعادهم من مخيم الهول في سوريا وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. فما التفاصيل وما طبيعة الدعم الذي يبحث عنه العراق؟ في أي سياق تتمثل آلية التعامل مع هذه العوائل؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. بهذا الخصوص ينضم إلينا من بغداد مراسلنا معتز أيوب. معتز مرحبا بك في حديث ساعة. بداية، إذن العراق يبحث عن دعم وتضافر الجهود الأممية لإعادة اللاجئين العراقيين والنازحين أيضا إلى مناطقهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ما الأصداء المتوفرة لديكم معتز بهذا الخصوص؟
نعم، تحية طيبة لك خضر ولكل مشاهدينا الأكارم. بكل تأكيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عقد ورشة من أجل يعني من أجل تعزيز الأهداف والقبول في هذه العوائل التي كانت مرفوضة جملة وتفصيلا من العوائل العراقية، خصوصا بعد انتقال أكثر من 90 عائلة من مخيم الهول إلى مخيم الجذعة. كان هنالك رفض من قبل أهالي الموصل حول هذه العوائل. في هذه المرحلة هنالك ورشات عقدت من قبل الأمم المتحدة، وأيضا هنالك حديث أن هنالك ورشات عن من قبل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بشأن التفاهم من أجل هؤلاء العوائل، من أجل السيطرة على هؤلاء العوائل ودمجهم في الواقع العراقي. لكن المجتمع العراقي رافض كل الرفض هذا الدمج، على اعتبار هنالك عوائل إرهابية، هنالك عوائل قتلت عوائل عراقية، وبالتالي لا تريد أن يكون هنالك دمج بين العوائل القادمة من مخيم الهول. طيب جميل، يعني قبل عملية الدمج معتز يجب أن يكون أو تتوفر آلية لربما يعني إعادة أحياء فكر هذه العوائل وإعادة يعني دمجهم في مجتمعاتهم بطريقة صحيحة وتخليصهم من هذا الفكر الإرهابي. هل يوجد مثل هذه البرامج مطروحة على الطاولة في العراق اليوم؟ نعم خضر، أحسنت. لحد هذه اللحظة لا توجد آلية مهمة ومناسبة يعني النازحين أو هؤلاء القاطنين في مخيم الهول. لا توجد هنالك تخطيط فكري، ولا يوجد تخطيط إعماري، ولا يوجد تخطيط على مستوى المدن لهؤلاء العوائل. بالتالي فإن هنالك تخبط واضح من قبل البعض، وهنالك من يحاول استغلال هذه العوائل انتخابيا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي هنالك ضغط من بعض الأجندات السياسية من أجل نقل عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى مخيم الجذعة، خصوصا بعد المهاترات الأمنية والأزمات الأمنية التي تمر على العراق والتدخل الخارجي خصوصا من قبل الجانب التركي في محافظة الموصل خصوصا في سنجار. وبالتالي كل هذه تراكمات وأجندات سياسية تحاول أن تتحكم في المشهد في محافظة الموصل، ومن أجل الضغط والتأثير على الانتخابات العراقية المقبلة. يعني ربما على معتز ربما يكون هناك أو ربما يكون على عاتق الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات تمهيدية لإعادة النازحين. هنا نتحدث عن النازحين العراقيين، يعني كيف لها أن تعيد نازحين مثلا من سنجار وهي تتعرض لقصف واستهدافات تركية معتز؟ لحد هذه اللحظة الحكومة العراقية تتخذ خطوات بطيئة في هذا الجانب وفي هذا الصدد، لكن هنالك بعض القوات يعني مثل قوات الحشد الشعبي اتخذت يعني موقف صريح، وبالتالي هاجمت النظام التركي وبدأت ب يعني بتنظيم نفسها داخل منطقة سنجار، خصوصا الحشد الأيزيدي الموجود داخل محافظة أو داخل قضاء سنجار. بالتالي هنالك ترتيب للأوراق من قبل الحشد الشعبي ويعني باتجاه تركيا وضرب تركيا ما إذا حصل اعتداء مرة ثانية. هذه التفاصيل اليوم كانت من قبل اجتماعات هيئة الحشد الشعبي بقوات الحشد الأيزيدي، وبالتالي هنالك تفاهمات. لكن على مستوى الحكومة العراقية هنالك من يريد أن يؤدي بسنجار لهذه الحالة. هنالك بعض الأجندات السياسية التي تريد أن تصل بسنجار إلى ما وصلت عليه حتى هذه اللحظة. لا يريدون أن يزعجوا الجارة المدللة تركيا حسب وصف بعض السياسيين، على اعتبار هنالك تفاهمات بين تركيا وبعض السياسيين العراقيين المنتمين والولائيين إلى الخارج، بالتالي يعول المجتمع العراقي على بعض السياسيين والشرفاء من أجل التصدي إلى هذه المؤامرة، من أجل التصدي إلى هذه المؤامرة التي تحاول أن تطيح ب يعني أقليم كردستان في الشمال وأيضا محافظة نينوى وقضاء السنجار والشعب الأيزيدي المتواجد في هذا القضاء، خصوصا بعد المهاترات الأمنية مثل ما ذكرت بالبداية التي حلت في سنجار، وأيضا أخرها عودة عوائل داعش الإرهابية من مخيم الهول إلى مخيم الجذعة في
في سنجار. بالتالي الحكومة العراقية تعمل ببطء شديد، وأيضا الشعب العراقي غاضب جدا من هذا من هذه الخطوات الخفيفة والضعيفة جدا اتجاه هذا الجانب، خصوصا في محافظة سنجار. حتى في زيارة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى سنجار لم يتطرق إلى القصف النظام التركي على منطقة سنجار، لكن فقط تفقد الأوضاع في هذه المنطقة وكذلك تفقد الأوضاع الأمنية. طيب يا سيادة رئيس الوزراء، أنت تتفقد الأوضاع الأمنية وأين والنظام التركي يقصف بسنجار، أين دور الحكومة في هذه الحالة؟ هذا بعض الحديث لبعض المواطنين داخل قضاء سنجار. بالتالي هنالك بعض علامات الاستفهام على أداء الحكومة في محافظة نينوى بشكل عام بما يخص القضايا الأمنية وإعادة ترتيب أوراق النازحين العراقيين المتواجدين في كل المخيبات وإعادتهم إلى سنجار ومحافظة نينوى. فالشعب العراقي يطالب من أجل القضاء على هذه الخروقات الأمنية وإعادة النازحين إلى كل ديارهم في كل مناطق العراق. مراسلنا معتز أيوب، نشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك. من بغداد أيضا ينضم إلينا رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج. دكتور عدنان، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة قناة اليوم. بداية، يعني العراق يتحدث أو يحاول حشد دعم دولي وأممي لإعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ولكن لا يملك أي برنامج تنموي، أي برنامج يعني توعوي أو إصلاحي للعوائل أو عوائل تنظيم داعش الإرهابي. فما مدى خطورة هذه الإعادة، إعادة هؤلاء بطريقة ربما إذا صح تسميتها وجاز لنا أن نسميها بالعشوائية دكتور؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. العراق حقيقة في مسألة عودة النازحين من مخيم الهول أو المحتجزين هناك، العراقيين بالذات، هو يعاني من أزمة سياسية حادة وأزمة مجتمعية وعشائرية تعارض عودتهم إلى العراق، وتريد أن تكون العودة ضمن المعايير المتفق عليها بالإجراءات الأمنية وبعمليات الإصلاح وعمليات التأهيل لهذه العوائل. بالتأكيد الحكومة العراقية في وضع ليس بالوضع السهل وليس بالوضع الجيد المريح لاستقبال مثل هؤلاء، ولكن مع ذلك هو استقبل بضغوطات أمريكية وضغوطات أممية باستقبال اللاجئين في تلك المناطق. ما نسميه بعودة النازحين للعراق، هذه الأزمة لا تتعلق بالعراق فحسب، معسكر الهول و كل النازحين فيه والمعسكرات الأخرى هي أزمة يجب أن تشترك فيها الدول المعنية، الدول المعنية في المنطقة بالذات، خصوصا التعاون بين سوريا والعراق والأردن يجب أن يكون واضح، ويجب أن يكون تعاونا مثمرا من أجل ترتيب عودة هؤلاء على أقل تقدير. بعض الدول العالمية أصلا ترفض يعني استقبال هؤلاء الذين هم يعني جنسياتهم وولاءاتهم إلى تلك الدول. بالتالي أنا أتصور اليوم العودة لهؤلاء إلى العراق ليس بالعودة السهلة. فعلا الاستراتيجية العراقية مبنية على اعتماد وزارة الهجرة والمهجرين وأيضا الإجراءات الأمنية التي تدخل في حسابات غير معلومة الأبعاد لاعتراضات شديدة في مستقبل هؤلاء وإمكانياتهم وقدراتهم ومستوى تثقيفهم ومستوى تأهيلهم في العراق. إضافة لذلك هناك اعتراضات شديدة عشائرية في نينوى والأنبار، وهناك أيضا طبيعة للمطالب التي تريد هذه المناطق عدم دمجهم في المجتمع العراقي في الوقت الحاضر. طيب، يعني هذا الرفض ربما يرى فيه البعض بأنه رفضا محقا من ناحية أنهم لم يتم بعد يعني إعادة تأهيلهم ليتم دمجهم مؤخرا، يعني هم فقط تم نقلهم من مخيم الهول إلى مخيم جدعة، واليوم تبحث الحكومة العراقية لإعادة دمجهم دون تأهيلهم، وهنا تثار هذه المخاوف. يعني حقيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يعني كشف عن أنهم تم عقد ورشة عمل مع شيوخ ووجهاء وقادة محليين في العراق لتباحث أو للتباحث في آلية إعادة دمج هؤلاء. دكتور عدنان، هل سينجح العراق في إيجاد برنامج إنمائي حقيقي لهؤلاء ومن ثم تأهيلهم ودمجهم؟ بالنسبة للعراق في الوقت الحاضر على مستوى الحكومي أو المستوى المؤسساتي، لا أعتقد المؤسسات العراقية قادرة على أن تفعل ذلك الشيء.
بسبب يعني ضخامة المسؤولية لتأهيل هؤلاء. هؤلاء مثقفون ثقافة يعني تكاد تكون غير مسبوقة، وهؤلاء مؤهلون كنساء وأطفال للقيام بأدوار مستقبلية، وأيضا لا زالت علاقاتهم يعني الأفراد الذين كانوا ينتمون لهم قائمة. نحن لا ننفي أنه وجود تنظيمات، وهذه التنظيمات تعمل ولا زالت تعمل من أجل يعني كسب هؤلاء وجعلهم على نفس الخط. في العراق يكتشف يوميا يعني من يوصل المساعدات المالية من الدواعش والقرابين إلى بعض هؤلاء العوائل. إذن في العراق العملية تحتاج إلى تعاون مجتمعي في العراق. في العراق لن تقوم العشائر والعوائل التي تنتمي إليها هذه العوائل بدورها الحقيقي في بس احتواء هؤلاء مع مساعدات حكومية وأممية. لا أعتقد سيصل هؤلاء إلى نتائج محسومة. هناك عوائل من النازحين العراقيين أصلا ليسوا من معسكر هول، هناك عوائل يقدر عدده ب400,000 من هؤلاء النازحين أصلا هم من داخل العراق، لن يخرجوا خارج العراق، ترفض العشائر استقبالهم. فإذا الأزمة تحتاج كما تفضلتم إلى استراتيجية وبعد، وهذه استراتيجية تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى قدرات وقابليات وخبرات أيضا في نفس الوقت، وتعاون مشترك لتأهيل هؤلاء. وأيضا دكتور عدنان تحتاج ربما لأمن المنطقة حتى يتم إعادة النازحين. يعني حضرتك تحدثت أن هناك نازحين لا ينتمون أيضا لعوائل تنظيم داعش، إنما هم مدنيون عراقيون فروا من خطر وبطش تنظيم داعش الإرهابي على سبيل المثال في سنجار، يعني لا يستطيعون العودة. اليوم الحكومة العراقية تبحث أو تحث على العودة، وسنجار تتعرض للقصف التركي والاستهداف لمناطق عدة أيضا، يعني خصوصا مع نقل عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى مخيم جدعة. أيضا ربما النظام التركي يحاول الوصول إلى هذا المخيم كما فعل في عين عيسى قبل في الأراضي السورية. في سنجار قد تختلف الصورة يعني عن جدعة، يعني في سنجار هناك عوائل يزيدية، يعني الخلافات السياسية في داخل سنجار مع الأسف الشديد والتدخل التركي وأيضا استغلال الورقة حزب العمال الكردستاني يساهم في عدم عودة العوائل الأيزيدية. يعني هم عوائل أصلا ليسوا إرهابيين، يعني هؤلاء مناطق. دكتور عدنان فقط لتتضح الصورة، يعني هنا نتحدث بأن هناك مهام كبيرة أمام الحكومة العراقية في بداية الأمر، يجب عليها أن تضبط الأمن في سنجار ومن ثم يعني تحث النازحين على العودة. يعني الأمر ليس مقتصر فقط على عوائل تنظيم داعش الإرهابي، إنما هي أيضا تحاول إعادة كل النازحين إلى مناطقهم. الحكومة العراقية طرحت ورقة عمل وورقة تفاهمات سياسية وأمنية، لكن أعتقد هناك خلافات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني الأكراد في الأقليم يعارضون، وأيضا تكون السياسة التركية متطابقة. الحشد الشعبي هناك ماسك الأرض ويستطيع أن يصد الهجمات لحزب العمال أو يصد هجمات الأتراك، وأيضا مستعد عودة هؤلاء إلى سنجار. لكن هناك خلافات سياسية كردية، الأكراد والأتراك بالذات يمنعون عودتهم إلى مناطقهم وإلى قراهم بدواعي تتعلق بالوضع الجغرافي والوضع الثاني. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك. من بغداد أيضا ينضم إلينا الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية. دكتور مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم بداية، كيف تقرأون هذه الخطوات من قبل المركز أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وورش العمل التي تطلق لإعادة اللاجئين والنازحين وعوائل تنظيم داعش الإرهابي أيضا إلى العراق وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم؟ دكتور تحية لك أخي وتحية للمشاهديك الكرام. طبعا المشهد معقد جدا، يعني ليس بالسهولة أن تعاد اليوم هذه العوائل إلى مكانها، خاصة وهناك جرائم ارتكبت في هذه المناطق. يعني من غير الممكن اليوم أن تعود عناصر داعش وعوائلهم إلى المناطق التي ارتكبوا فيها جرائم وفظاعات. لذلك اليوم الحكومة تحاول ضمن برنامج، وضعت برنامج مع الأمم المتحدة وأيضا مع القوى السياسية الموجودة، وعملت ورش عمل من غرض لغرض إعادتهم ودمجهم في المجتمع. لكن اليوم على الواقع اللي نشوفه أنه كثير من العوائل الموجودة ضمن مناطقهم تأثرت، و حقيقة بسبب ما ارتكبوه من عنف وجرائم، وخاصة في سهل نينوى مع اليزيديين مع العوائل الأخرى،
ما سببوه لهذه المدن من تهديم وتهجير. وحقيقة يعني هناك كثير من الضحايا التي سقطوا بسبب ما قام به تنظيم داعش. اليوم عندما يفكرون بإعادتهم إلى مخيم الجبعة أو إعادتهم في ورش، يعني احنا شاهدناهم في لقاءات تلفزيونية، بعض الفضائيات صورتهم، يعني لا زالوا عوائلهم متوحشة، لا زالوا يعيشون في عهود، يعني استطاعوا أن يغسلوا أدمغتهم بوسائل كثيرة. من الصعب جدا اليوم إعادتهم للمجتمع، رغم أنه الحكومة ساعية وجاهدة، ومثل ما ذكرت لك مع الأمم المتحدة عملت ورش، عملت توعية. ميل دكتور، يعني هذا يقودنا إلى أنه ضرورة إعادة تأهيل هؤلاء قبل التفكير بإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. طبعا من الضروري جدا اليوم، لا يمكن إعادة هؤلاء الذين كانوا في كنف الإرهاب وكانوا في الإرهابيين وهم أولاد إرهابيين، لا يمكن إعادتهم بين ليلة وضحاها للاندماج مع المجتمع. اليوم المجتمع ما يتقبلهم، يعني أنت تعرف حضرتك ما مر فيه العراق وما مرت فيه سوريا، جرائم كثيرة ارتكبوا، جرائم كثيرة، وهذه الجرائم لا زالت عالقة ولم تفصلها سنوات حتى يمكن نسيانها. لا زال هناك أكثر من 3000 يزيدية هي يعني مسبية من قبل الدواعش. كيف اليوم أن تعاد هذه العوائل ولا زالت بعض النساء مفقودة وبعض الأبناء مفقودين، وهناك مقابر جماعية أقامها الدواعش في الموصل وفي أطراف سنجار؟ كل هذا اليوم يؤكد أنه لا يمكن إعادة هؤلاء بالوقت الحاضر ما لم تكن هناك ورش عمل كبيرة وبرنامج كبير. لا يمكن للعراق وحده أن يقوده، يحتاج دعم دولي وأيضا يحتاج دعم الأمم المتحدة من خلال إعادة الأطفال، إعادة النساء، تأهيلهم، عودتهم بشكل. وهل يمتلك العراق هذا البرنامج دكتور؟ أنا أعتقد العراق اليوم لا يمتلك هذا البرنامج بصراحة. اليوم العراق يمر في أزمة، ولا زال يطارد حلول داعش هنا وهناك، ولا زال الدواعش يتواجدون. فقط في الشهر الماضي حصل أكثر من 57 خرق لمناطق، وقاموا بضرب قطعات وبضرب مفارس، وأيضا الاعتداء على الجيش وعلى الحشد، وأيضا اعتداءاته مستمرة ولا زال يفجر في المدن. فالعراق أعتقد لديه اليوم مشاكل كثيرة، يعني يكفيه ما فيه من مشاكل ومن صراعات، وبنفس الوقت اليوم هو بحاجة إلى بناء المدن، بحاجة لديه مرحلة انتخابات مقبلة، هناك وضع أمني يحتاج إلى ضبط أكثر، هناك أكو وجود الأمريكان، وجود الأتراك أيضا يحتلون جزء من العراق. إذن لطالما دكتور، لطالما العراق لا يملك هذا البرنامج والظروف غير مؤاتية أصلا لأن يمتلك هذا البرنامج أو يقوم بتطبيق هذا البرنامج، ما ضرورة طرح هذا الملف بهذا التوقيت دكتور عباس؟ أنا أعتقد شوف، العراقي دائما العراقي يعني تمارس عليه ضغوط دولية خاصة من المتحدة وحتى من أمريكا. هذه الضغوط اليوم هي يعني اليوم العالم حائر في هؤلاء، وين يوديهم؟ محتار إلى أين يذهب بهم؟ هؤلاء غدة سرطانية صدقني، يفترض اليوم التعامل معهم بحذر، وضعهم في مكان، إعادتهم بشكل مضبوط، يراد لهم فترة طويلة. فأعتقد العراق اليوم عليه ضغوطات، يعني هناك جانب الأمريكي يضغط عليه، الأمم المتحدة تضغط عليه، منظمات الدولية تضغط عليه بحجة أن هؤلاء نازحين وضروري عودهم. إحنا عندنا 400,000 عائلة نازحة لحد الآن، عدا هؤلاء بإمكان إعادتهم. موجود عندنا 13 مخيم للنازحين في الموصل وأكثر من 10 مخيمات في الأنبار. هؤلاء الأولى أن يعادون ولم يعودوا عوائل الدواعش. يفترض أول مرة نساهم في إعادة هؤلاء الذين هجروا قسريا من قبل الدواعش وأبعالهم، ومن ثم نفكر بإعادة عوائل الدواعش الذين عبثوا وعاتوا الأرض فسادا ولا زالت جرائم شاخصة لحد اليوم. قبل كم يوم تم اكتشاف مقبرة في الموصل فيها 2027 جثة مجهولة الهوية، تم دفنهم في مكان واحد، وهؤلاء كلهم ضحايا لداعش. كيف اليوم أن نعيد عوائل إلى قرى ومدن آيلة؟ هذه العوائل، يعني هذه العوائل التي تتحدث عنها دكتور هي عوائل تحمل الجنسية العراقية، يعني ليس من الصائب أن يرمى الثقل
على كاهل ربما قوات سوريا الديمقراطية الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا التي يعني تحمي مخيم الهول؟ يعني هناك عوائل عراقية يجب إعادتهم والحكومة العراقية هي من تتعامل معهم. نعم أنا معك. يعني اليوم يعني خلينا نقول هيك، المصيبة مصيبة العراق وعليه أن يتحمل مصائبه. لكن هؤلاء اليوم يحتاجون إلى تأهيل أيضا. يعني اليوم ما مسؤولة يعني مثلا أي دولة أخرى فيهم شنو ذنبها، يعني شنو ذنب تتحمل مشاكل هؤلاء؟ طبعا هذا من حق الدول المجاورة ومن حق أي دولة يتواجدون فيها باعتبارهم عراقيين كما ذكرت حضرتك. لكن هؤلاء كانوا قد ارتكبوا فظاعات يعني رجالهم في العراق وخرجوا خارج الحدود سواء كانوا على سوريا أو تركيا. لذلك أنا أعتقد إعادتهم يحتاج وقت ويحتاج جهد ويحتاج أموال. ربما تحتاج أيضا تضافر جهود دولية. يتم تأهيلهم بشكل صحيح. ربما تحتاج أيضا إلى تضافر لجهود دولية في إعادة تأهيلهم لمساعدة العراق. كل القوى السياسية الموجودة بالعراق أيضا تضافر على هذا الأساس. الدكتور عباس الجبوري رئيس مركز الرفض للإعلام والدراسات الاستراتيجية، أنا أشكرك جزيل الشكر على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم جزيل الشكر على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة. ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء.